السلام عليكم، عبد اللهيان. إسرائيل ليست بمستوى وحجم التحدث عن حرب مع إيران. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إسرائيل ليست بمستوى وحجم التحدث عن حرب مع إيران، مشددا على أن ملف اغتيال قائد فريق القدس قاسم سليماني ما زال مفتوحا. وقال عبد اللهيان في حوار أجراه مع صحيفة ويشرني ليست الإلكترونية، إسرائيل ليست بالحجم الذي يؤهلها للتحدث عن الحرب معنا، إذ أنها تواجه علامات استفهام كبيرة إزاء هويتها ووجودها. وتابع: هذه السلوكيات الاستعراضية التي تقوم بها ويقوم بها الكيان الإسرائيلي وحلفائه أو حديثه عن تطبيع العلاقة مع بعض الدول ليس من منطلق القوة، بل هي فأثي من منطلق الضعف. لذا فإنه ليس في المكان والحجم الذي يؤهله للحديث عن الحرب. وفي الرد على سؤال، وهو أن إيران أعلنت في حينها بأن قصفها للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بالعراق لا يعد الانتقام الرئيسي لاغتيال سليماني، هذا الملف ما زال مفتوحا. وعن الاتفاق النووي قال عبد اللهيان: كنا أقرب من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى في الجولة السابعة من المفاوضات في شهر مارس الماضي، إلا أن أمريكا طرحت في تلك الفترة بعض القضايا الجديدة. وأضاف: أمريكا طرحت رؤية جديدة وأعلنت أن الأشخاص الذين يتم شطب أسماءهم من قائمة العقوبات كنتيجة لهذه المفاوضات أسماءهم معرضة للدخول في القائمة العقوبات الأمريكية من جديد لأسباب غير الملف النووي. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.